خليني احكي للناس الاول، جايين النهارده بالجديد دي جائزه رابطه نقاد الرياضيين في مصر. دي الجائزه الحقيقه اللي كل مصر بتختم عليها، يعني استمارات كل الصحفيين كل الرياضيين اختاروا برنامج ستارز اوف فانتسي هو برنامج العام في نسبه المشاهده، شيء الحقيقه هايل وحاجه رائعه. اول حاجه بنشكر كل الناس اللي عملوا فوتنج وصوتوا لنا ان احنا نبقى احسن برنامج. انا مبسوط جدا بالبرنامج، غير ان انا شغال مع ناس بنبسط وحبايبي الا البرنامج فعلا حلو ومبسوط. انا حياتك بتاعت حبيبي مش شكرتها. أيوه. حتى حبيبي ولا كانه لا لما تخلص هتكلم. ماشي. الفيدباك انا ضيف زي هو هيتكلم وانا هتكلم بعد. الفيدباك عند الناس ورد الفعل انا ما كنتش متوقعه. كل الناس بتكلمني عن البرنامج والفانتسي، والناس متابعانا والناس داخله معانا بتلعب والناس متابعه التشالنج اللي موجود، فمبسوط جدا من الفيدباك اللي جاي من عند الناس. حقيقه انت وحازم امام في اي حاجه الحمد لله في اي برنامج لازم تكسروا الدنيا. احنا الحقيقه واحنا ثلاثه مع بعض الحمد لله عاملين حاجه كويسه يا رب دايما. برنامج فيرتو كانت حلوه جديده، وزي ما بيقول ميدو يمكن الحاجه اللذيذه ان في ناس كتير جدا بتبعت لك على الفيسبوك ولا على الانستجرام على بيقول لك ميدو عمل على يقول لي ميدو ضايع، يعني كويس انت سايبه يشيل شو ده.